وضع اللاجئين السوريين في لبنان يزداد قتامة، لا سيما مع توالي تصريحات المسؤولين اللبنانيين التي تؤكد على ضرورة ترحيلهم عاجلا أو آجلا رغم رفض الأمم المتحدة مثل هذه الخطط. وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين أكد أنه لا يوجد شيء يمنع عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة على حد وصفه، مشيرا إلى وجود اتفاق داخلي حول عودة اللاجئين برعاية الرئيس اللبناني ميشيل عون. وخلال تصريحات له من القصر الرئاسي في بعبدة، قال شرف الدين إن الحكومة السورية بنت 480 مركز إيواء تتسع لقرابة 200,000 شخص، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد دمشق بناء مراكز إيواء جديدة تضم بنى تحتية عوضا عن مساعدات مفوضية اللاجئين. وأضاف شرف الدين أن على لبنان وضع خطة للبدء بتنفيذ ما وصفها بخارطة طريق لعودة اللاجئين السوريين بغض النظر عن موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشار الوزير اللبناني أن بلاده لم توقع على اتفاقية اللاجئين للعام 1951 والبروتوكول في العام 1967، أي أنه لا يوجد اتفاقات بين لبنان والدول المعنية تعيق ترحيل اللاجئين بطريقة آمنة وكريمة. وكان شرف الدين قد أعلن في وقت سابق عن خطة تتضمن ترحيل 15,000 لاجئ سوري إلى بلادهم شهريا، على أن تكون العودة على أساس جغرافيا المكان دون الكشف عن الجهة الممولة للخطة، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها لم توافق عليها.